السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي ليلة البارحة الشيخ العلامة والمجاهد الحاج محمد خلادي عن عمر ناهز 95 سنة، ويعد العلامة الراحل من أبرز فقهاء وكتاب ولاية البيض. جاهد الاستعمار الفرنسي فنال منه التعذيب والتنكيل نيلا، وجاهد الجهل والزيغ، فكان الحاج محمد خلادي رحمه الله مصنعا لأجيال تحمل القرآن الكريم والدين في الصدور قبل الكتب والدفاتر. ولد العلامة الشيخ العلامة الفقيه الحاج محمد خلادي بن حمزة بن الصادق بن خلادي سنة 1925 بالأبيض سيدي الشيخ ولاية البيض، حيث حفظ القرآن الكريم والفقه في سن مبكرة حوالي 6 من عمره. وكان لوالده العلامة الكبير المرحوم الفقيه حمزة خلادي أكبر الأثر على صقله وتهذيب مواهبه. هذه التربية والجو العائلي المملوء بالعلم والتقوى أهلاه بعد ذلك لصقل مواهبه وشخصيته. وعن شخصية المؤلف والابن البار، فقد قام هذا الأخير في سن مبكرة بتقليد أبيه في تدريس القرآن والفقه في مدارس قرآنية وفي الزاوية وهو صاحب 14 سنة. وبعدما توفي والده أدى فريضة الحج في سنة 1954، وبعد رجوعه قصد الأزهر الشريف طالبا منه العلم من مشربه طالب المناهل العلم من مشربه، حيث لبث هناك 8 أشهر ليلبي النداء، حيث انخرط رسميا في جيش التحرير الوطني في تاريخ 16 جوان 1956 لواء التاسنا بالبيض رفقة الشهيد بوشريط والمناضل الكبير المرحوم محمد العماري والمناضل القائد سيمولاي إبراهيم، إلى أن تم إلقاء القبض عليه سنة 1959 ميلادي. وبعدها اعتقل 4 مرات، كان كلما يعتقل يخلى سبيله إلى أن حكم وقضي عليه بالسجن مدة 10 سنوات، حتى أفرج عليه في تاريخ 12 أبريل سنة 1962 بمناسبة نهاية المفاوضات الجزائرية الفرنسية. كان معلما من تاريخ 23 سبتمبر 1963 إلى سنة 1984 سن التقاعد. ومن بين بعض مؤلفاته تخميس لياقوتة عبد القادر بن أبي سماحة، أنفاس أرواح التوحيد وأمدادها على أهل الصفاء والتجريد، كما نشرت له وزارة الثقافة بحر العام الماضي آخر إصداراته التي تعددت وتنوعت. فكانت خاتمة قلمه بوارق الأنوار المحمدية في شرح الحكم العطائية، شرح الحكم بالحكم، وهو سابقة تاريخية في الشروحات والتعاريق. رحمه الله رحمة واسعة وجعله من أهل الجنة وصبر الله أهله.